الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد بصمات أفريقية خروفين حقيقة بالطعام عن إلياس إسلام ماجا. هذا هو الخروف الأول. بسم الله الله أكبر. وهذا هو الخروف الثاني. بسم الله الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه دماء فداء لكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في إلياس إسلام ماجا، ونسأل الله تعالى أن يطعمكم طعام أهل الجنة كما أطعمتم هؤلاء الفقراء هنا في دولة تنزانيا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحقيقة مقبولة عنده، ونسأل الله تعالى أن يجعل الجنة الفردوس مثواكم، ونسأل الله تعالى أن يبارك في إلياس وأن يحافظه وأن يجعله من حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصمات أفريقية خروفين حقيقة بالطعام عن إلياس إسلام ماجا. اللهم احفظه وبارك فيه وبارك في والده واجعله بارا بوالده. اللهم اجعل هذا الطعام فداء لهم من كل سوء ومن كل مكروه، واطعمهم من طعام اهل الجنه كما اطعمت اخواننا المسلمين، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.